غائبين عن هذه البطولة. والهدف الأول يا ولد يا ولد، دا سيلفا يسجل الآن، دا سيلفا الأسترالي الكانجارو يتقدم بأولى الأهداف فقط بعد مرور ثواني من بداية شوط المباراة الثاني. الكانجارو الأسترالي يدخل وبشكل قوي جدا يسجل أولى الأهداف، فرحة للجماهير القليلة الحاضرة الجالية الأسترالية المتواجدة هنا في ملعب ومعقل الأتراك في حسين أفني أكبر في طرابزون. الجماهير تحضر ودا سيلفا يسجل لمسة مميزة من هولي لعبها إلى دا سيلفا. دا سيلفا بلمسة الكبار، لاحظ اللمسة الأولى الجميلة من اللاعب هولي، هو اللي لعبها بطريقة رائعة، المحترف هولي اللي يتواجد في هذه المباراة، اللاعب اللي عنده خبرة بكل تأكيد، يمرر الكرة إلى دا سيلفا. دا سيلفا يمرر في الجهة اليمنى إلى كوردوبا، كوردوبا يمر ويتقدم الان لويس مينا الى كوردوبا الى كوينتيرو، كوينتيرو الى كوردوبا، كوردوبا والتعادل، والتعادل يحضر الان اخيرا اخيرا الكولومبيين يفوزون منتخب كولومبيا. اللاعب الاسمراني هدف المباراة الثاني وهدف التعادل لمصلحة المنتخب الكولومبي. واحد